نرحب بالفنان حسن رداد عبر شاشة فشي. أهلا بيك معنا حسن. أهلا بيك. ألف مبروك على عزمي وأشجان، مشاهدات عالية مكسر الدنيا، كلمنا عنه. ربنا يخليك يا رب. أنا سعيد جدا بمسلسل عزمي وأشجان، وسعيد بردود أفعال الجمهور على المسلسل. المسلسل بصراحة تعبنا فيه جدا واجتهدنا فيه، ومن أول الكتابة لكل العناصر كانت موجودة في العمل، ما بخلتش بحاجة، من الإنتاج وإخراج وتأليف وكل الكاست اللي موجود. فأنا سعيد جدا في النهاية خالص المشروع اللي الواحد اشتغل كتير شايف نجاحه مع الناس. يعني عرضه في رمضان ظلمه؟ لا خالص، هو رمضان دايما بتبقى شهر فيه أعمال كتيرة مضغوطة، فالناس بتتفرج، لكن غير لما بره رمضان بتبقى الأعمال قليلة جدا. ففي رمضان بتبقى مثلا عندك 30 عمل في شهر واحد، غير بره رمضان ممكن تلاقي مسلسلين ثلاث مسلسلات بالكتير في نفس الوقت بتعرضوا، فبقى اكيد نسبة المشاهدة اسهل. ولكن عدد الناس اللي بتتفرج بره رمضان ممكن بروقان رمضان بقى فيها طاقة كبيرة جدا في المشاهدة، فبرضو يعني حاسس ان هي ما بتفرقش قوي. بس انا مش من الناس المتمسكة قوي بلازم اعرض في رمضان. يعني انا عملت قبل كده مسلسل اسمه ادم وجميلة وبره رمضان ونجح، فهي الفكره مش لازم في رمضان هو المسلسلات اللي لازم تنجح او بره رمضان، حسب طالما العمل كويس يبقى هي ان شاء الله يعني ينجح. بترد ازاي على الانتقادات اللي بتقول ان المسلسل متاخد من فيلم عصابه حماده وتوتو؟ لا هو بصي انا بعمل تيمه معينه، بس هو الناس عشان الفيلم بتاع عصابه حماده وتوتو فيلم مشهور فرابطين، لكن هو مختلفين تماما. حسن انت دلوقتي كان في اشاعات كتير على خلاف بينك وبين ايمي في كواليس تصوير المسلسل، ممكن توضح لنا؟ بصي انا اشاعات بتطلع علينا كل شويه من زمان، فانا اتعودت يعني، فما بقتش اركز يعني. اخر حاجه كانوا قالوا كتبوا عندنا احنا خلفنا وبتاع ومش عارف ايه، والناس بدات تكلمني تبارك لي وسميتوه ايه المولود وكده، فطبعا الكلام ده مش مظبوط يعني، فبقيت بطنش بصراحه. والاتهامات اللي ليك بسبب إهانة الأقباط في المسلسل؟ لا خالص، أنا عملت مداخلة مع الأستاذ وائل الإبراشي حوالين الموضوع ده، ومفيش خالص أي إهانة لأي حد، أو أنا محبش أقول الأقباط والمسلمين، بحس حتى أن الكلام ده فيه تفرقة، وفيه إحنا كلنا مصريين عايشين مع بعض، مفيش فرق بقى بين مسلم وبين مسيحي، ولا في اي اهانه لاي حد. وانا قلت حتى في المداخله بتاعتي ان كان عندنا بتلاقينا احنا راجعين من العمره بنعمل عمره، وبعد كده ان احنا بنعمل برضو عمليات نصب، او بتلاقي ايمي كانت بتصلي وانا بقول لها ليه في اول مشهد في المسلسل خالص، وانا بقول لها لازم نصلي جماعه مع بعض، وبننزل نعمل عمليه نصب. فاحنا في ناس ممكن بتتخذ الدين يعني يقنعك ان هو متدين عشان يضحك عليكي، لكن مفيش حاجه قصده. انا بعمل مسلسل فيه شخصيات كتيره جدا بديانات وبمستويات اجتماعيه مختلفه وبشغلانات مختلفه، فمقصود التنوع مش مقصود اي حاجه بحد ذاتها. الجديد اللي بتحضره بعد عزمي واشجان؟ ان شاء الله عندي فيلم جديد باذن الله. مين معاك ابطال؟ لسه في مرحله الكتابه دلوقتي. تجربه جديد ليك انت وايمي قريب؟ مش عارف، بس هو الفيلم الجاي احنا مش هنبقى مع بعض فيه يعني. ايه رايك في برامج المقالب؟ برامج المقالب ما بحبهاش قوي بصراحه. لو حد قالك تعالى نصور مقلب مش هو بيقولوا لي، بس ما بروحش.